المحكمة عندها واحد سعة الصدر في هذا الملف، يعني ما شفتوش في شي محاكمات وحد اخرين، بحيث انه المتهم تيطلب من المحكمة ماشي عبر الدفاع ديالو، يعني حتى مباشرة انه يتأخر الملف او يعني يستمر في النقاش، بحيث انه عبد العالي حميد الدين يمكن لي نقول لكم الا شتيوه راه يمكن يكون خرج من شارح اليوم من هذه المحاكمه، لانه هو والدفاع ديالو خداو الوقت الكافي وبداو فوقاش بغاو ووقفوا فوقاش بغاو وعاوتاني بغاو يسيروا الجلسه كيفاش بغاو، والمحكمه مواكبهم، يعني انه هاد الجلسه اليوم تنسميها جلسه الفشوش، هي هذه ديال اليوم، بحيث انه احنا دازت الجلسه الاولى بحيث انه تقدموا الدفاع ديال عبد العالي حميد الدين بالدفوع الشكليه، ردينا عليهم حنا وردت عليهم النيابه العامه او النيابه العامه وردينا عليهم حنا. اليوم كان من اجل التعقيب ديالهم، التعقيب ديالهم جاء محامي جديد ما عمرو حضر على شي حاجه، وكان في امكاننا نعرضه نقولوا له يا ودي علاش غادي تعقب انت ما حاضرش؟ قلنا ما يمكنناش نشنجوا الاجواء ديال المحاكمه، نخليو كل واحد يعني يحس براسه، هو عبد العالي حميد الدين يحس براسه بان المحاكمه ديالو تمر في اجواء قانونيه وفي اجواء يعني وفق ما يضمنه الدستور من توفير المحاكمه العادله لاي متهم في المحكمه. الهيئه قررت تاجيل ديالها الى 17 شتنبير، يمكن نقول بانه على مدى 6 ساعات متكامله الهيئه ديال الدفاع ديال الاخ عبد العالي حميد الدين قدمت مجموعه من الدفوعات المتماسكه او مجموعه من الردود المتماسكه فيما يتعلق بما قدمته للنيابه العامه في جلسه سابقه او ما قدمته الهيئه ديال الدفاع ديال الطرف المدني. يمكن لي ناكد لكم بانها كانت مداخلات رصينه، مداخلات مبنيه على الدستور على القانون وحتى على المواثيق الدوليه التي تبين تهافت هذه المحاكمه، والتي تبين من جديد كما قلنا منذ البدايه ان هذه المحاكمه تفتقر للاساس الدستوري والقانوني، بالخصوص فيما يتعلق بالموضوع ديال سبقيه البت. هذا ملف مشمول بسبقيه البت منذ 25 سنه. اليوم هيئه ديال الدفاع ديال الاخ عبد العالي حميد الدين قدمت ما يكفي من المعطيات القانونيه والدستوريه والمرتبطه بالمواثيق الدوليه التي تبين انه هذه المحاكمه ما عندها حتى شيء اساس دستوري. كذلك من الامور الاساسيه اللي توقفت عليها الهيئه ديال الدفاع ديال الاخ عبد العالي حميد الدين هو تفنيد مجموعه من الاحالات على مجموعه من الشهادات القضائيه في واحد العدد ديال الدول الاجنبيه والتي تم الالتفاف عليها ونزعها من سياقها للقياس عليها. هذه كلها امور اثبتت من خلال الادله والحجج القانونيه الواضحه هيئه الدفاع ديال الاخ عبد العالي حميد الدين انها لا اساس لها. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.